فجأة ما شفنا غير الدنيا تضرب علينا والرمل بهيل علينا. في واحد جينا لقينا هنا الناس كف عنك الشر، أشلاء مقطعة من نساء من أطفال كلهم مزقلين، يعني والله منظر مش قد ما اشرح لك، بصراحة صعب جدا. فوق قطعة الأرض الزراعية هذه في منطقة المواصي كانت تقيم عشرات العائلات الفلسطينية النازحة قبل أن يطالهم قصف إسرائيلي أسفر عن مقتل أكثر من 40 فلسطينياً وعشرات الجرحى والمفقودين. كانت مرة أرملة جوزها استشهد من رفح، هاي هذه الخيمة، وأجت قالت ماليش غير الله وإنت، قلت لها يا عم اقعدي. الجيش الإسرائيلي قال إنه قصف مركز قيادة وسيطرة لحماس، وإنه اتخذ عديد الخطوات لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين، لكن أصحاب هذه الأرض الزراعية من عائلة الشاعر كانت لديهم رواية أخرى. هي منطقة آمنة زراعية وإحنا قاعدين بس بنزرع وبنقلعوا في بلادنا، وإحنا يعني حرام كسبنا أجر في الناس اللي هتجروهم من كل الأماكن جبناهم عندنا هنا، قصينا شجرنا عشان نقعد الناس نكسب اجر فيهم. اليهود بدعوا انها احنا حاطينهم، يعني تائين حماس ان احنا قصفناهم، كذب والله. هاي خيمه اختي، هاي اختي، اختي وجوزها واولادها وبناتها نايمين فيها زي ما انت شايف، هذا هم الرمل اجى عليهم، وهذاك كمان هو الشاب لسه ما لهوش اسبوع جاي علي، ستر الله طلعناه. يا عمي لو في عندنا مقاومه انا بحط اختي جنب مقاومه.